فري كوفي اف يو سوبورت برازيل. عملوا لهم مقهى هنايا خاصة بالبرازيل. اتس فري كوفي فري فور سامون سوبورت برازيل. يس اف يو نوت سوبورت برازيل نو بروبليم. ذيس جاي اي سي سوبورت ارجنتين. ذيس يو سوبورت هو سوبورت ارجنتين. اي نو بروبليم بر ارجنتينا وير يعني حاجة مليحة تكون تتمشى هكا يقول لك كوفي فري يعني قهوة مجانية إذا تسيبورتي البرازيل. قلت له أروح أنا صح نسيبورتيو البرازيل، البرازيل من بكري نحبوها صح. ماشي رحت باش نجيب قهوة، أنا قهوة والله ما نشربها، انا غير جبتها باش نوري لكم بلي هذا القهوه مجانيه لي سيبورتي البرازيل هنا في الكورنيش. عملوا هذه الجلسه لمشاهده مباريات كاس العالم، وكاين حتى هذه الشاشه العملاقه اللي حطوها هنا في الكورنيش. بكم ان القدام ما على باليش واش راح يكون، باش ما يكون بالك ماكله فريه ولا. في الوقت الحالي انا موجود في ساحه الاعلام مع الجماهير المسانده للمنتخبات العربيه. بكا في الوقت الحالي راح يديروا مسيره، انا جيت فقط باش نصور لكم هذه الاجواء، وهذه هي ساحه الاعلام اللي راكم تشوفوا فيها. نروح فقط باش نصور لكم الاعلام تاع الجزائر. وليك الاعلام تاع الجزائر راكم تشوفوا فيه. وليك I'm in Nepal. Nepal. Sheikh Jarar. Name Sheikh Jarar. I'm working here, electrician. Electrician. Okay. I tell you. Yes. Which equipe you support? Brazil, Argentina. Who support Korea? Who support Brazil? If you support Brazil, you can go there. You say coffee. You support Brazil? Brazil support Korea. Brazil. You support Brazil, you can go there. You take coffee free. Yalla. Brazil. 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 Good. Brazil. You like Brazil? Yalla, go there. You take coffee free. Samsung Brazil. 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 Number one. Brazil. Number one. Dance, dance, I am dance. Support Brazil. Yalla. 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 Good country, Brazil. Yalla. مغربي.
في المسيره هذه نتمشى وحدي انا. صح شفتوا توعنا في الأغنية الله يبارك، يعني عندنا أغاني وعندنا جمهور الله يبارك. بالصح الجزائر ما كاش في الوقت الحالي، أنا واش راني حاب ندير؟ راني حاب غير نصور لكم الأجواء تاع المونديال هنايا والجماهير العربية. بالصح أنا كي نشوف الجماهير الجزائرية تغني والله العظيم لا نستمتع. كلامي وبلا ما نبقى زاو الدنيا قدر عنده محطة، نخدم كلامي وبلا ما نبقى زاو الدنيا قدر عنده محطة، ربي يجي يساعد الخير ويفرج على الفقير، مجمع مغبور في الدنيا سفرة ليا بيض مرغوب ولين يقفز بدم صغير ما يقدر يخدم على الاخرى. ديما زاهر ديما روحو نطرو لهنا على ملح الملح تاع لا كوب دي مود خاطر نديرو لا ميطو واجدة يا هكدا ديما يسرى لي هكدا ساعتو اللي جا ولقاها واجدة يا هكدا ديما يسرى لي هكدا ساعتو اللي جا ولقاها واجدة يا يما كما راكو تشوفوا كمية صغيرة بصح درنا لومبيونس.
لقيت لهاش جوار. توما في كاس العرب وين هذول لازم طلعوهم هذول اللي خوا خوا رانا زين طاسه تدمر طاسه لي خرباصه قوانين رانا زين يا ناس الشروي ماشي بوندي يا ناس الشلوي ماشي بوندي كما شفتوا اليوم هنا في سوق واقف مع الجماهير تاعنا يعني الغناء كيفاش يغنيو وما تلقاهاش مع الجماهير الثانيه وهذو سقسيتهم قلت لهم في كاس العرب اذا كنتم موجودين قالوا لا لا المهم دوك في الوقت الحالي راني حاب نروح ناكل ونتلاقى واحد يوتيوبر جزائري باش نعرفكم به المهم في الوقت الحالي لحقنا نهاية تاع الفيديو راني في واحد المطعم يماني وكاين واحد اليوتيوبر جزائري موجود معايا باش نعرفكم به بلا كاين ناس تعرفوه كاين ناس ما تعرفوش راح نحط لكم اسم القناة تاعو هنايا واشتركوا معاه وفي ميزكم شكون هو موجود هنا في قطر وديما يحط فيديوهات المهم خويا سعيد معروف يعني في القناة تاعو ساعدوني الله يحفظكم ونتمنى من كل مشاهدين قناتك انهم هو شي يدعموا البارطاج لانه صراحة تستحقنا يقول لك الانسان اللي يتكلم عليك اللي عاشرك ان شاء الله طلعت معاك شخصيته ما شاء الله انسان محبوب وهادئ يعني مش في ناس تصنع يعني في السوشيال ميديا شيء وفي الواقع شيء اخر وما شاء الله من الناس طيبين يعني والله العلي بشوش انسان خلوق يصلي انسان الدين هذا شفع له يعني عليها ممكن بارطاجاش معاكم احنا في مطعم ياباني خلينا هو الماي هذه دوك الهضره هذيك نروحوا نخطبوا باش هذاك انا يجدك حتى الاب اللي راه يشوف لك كيفاش عندك تكلم مع العائله انا شفعت لو كان دقيقه لو كان ما راكش تاكل نزيد نقول لهم بلي راني صايم ثاني والله نكمل اليوم الله يبارك فيك ان شاء الله يوفقك ان شاء الله الله يحفظك المهم نحط لكم الرابط على القناه تاعو وتهلا فيك الله يحفظكم واليوم ثاني دار هو فيديو بصح ما قلت لهمش واش المحتوى تاع الفيديو تاع اليوم مشغول المحتوى تاعهم واش رايكم في المنتخب الوطني الجزائري يعني ما هو شعورك نحن كمقيمين في قطر قول للناس ما هو شعورك يعني ما هو شعورك وانت في قطر وكاس العالم تبقى فقط 3 ايام هذا هو هذا كان راح ينزل بالك غدوه
بصح انا راح نعمل شويه مونتاج الفيديو هذا، بصح كي نزل الفيديو هذا يكون هو نزل. ان شاء الله. يلا سلام.